الصوت اللي انت بتقوله ده، انا قاعد وراك وسامعك عمال تقول حاجات غريبه قوي. هو انت كده بتغني؟ ايه؟ لا ده ما كانش غنى، انت كده كنت بتلخبط. تغني؟ ايوه بتلخبط كده، لازم تتعلم السلم الموسيقي. عارف السلم الموسيقي؟ عشان ما بتلخبطش. انا عارف. يلا قول معايا دو ري مي فا سو لا سي دو. برافو، انت كده قلت معايا السلم الموسيقي. انا هسيبك تتمرن عليه وهروح اجيب البيانو بتاعي عشان نتمرن مع بعض. ماشي؟ هسيبك بقى تقعد تحفظها. يلا ماشي. Come on,
الشمس بتطلع بصحى اقوم من نومه اتمطع بغسل وشي واخد دشي مع اخواتي بقعد افطر ادخل اوضه اعمل تمارين شمال يمين واحد اتنين لازم ابدا يوم رياضه وانتوا كمان برضو يا حلوين يلا اصحابي جاهزين نعمل رياضه مع بعض كل يبص لي ويعمل زي فوق تحت تاني نط يمين نط شمال نط يمين كل اصحابي نط شمال نط يمين نط شمال نط يمين كل اصحابي نط شمال انا ليه اصحابي هتلعب ايوه معانا احنا لبسناك من اول في الاخر كده الميك اب لغايه لما خلصت خالص واستنيناك هنا اهو ازاي تمام الحال انا ليلو بنعمل حاجات كده للاطفال بسيطه بنفرحهم هنا في مستشفى سرطان الاطفال حاجه هدفنا كله ان احنا نفرح الاطفال اللي الناس كلها بيدعم لا اكتر ولا نجمهم المفضل يعني النهارده بنقول لهم يا جماعه مين جاي النهارده ليلو بعد كده مين ميدو يعني هو ليلو هو اول حاجه ليلو بنعمل معاهم ايروبيك سكيلز كده بنعلم الاطفال ازاي يلعبوا الرياضه بتاعتهم ازاي يصحوا من النوم يبقى في رياضه مهمه جدا في حياتهم مع شخصيات بقى هم بيحبوها زي سبونج بوب زي بنتين زي مهرج طبعا الحب ده بيحبه مع الالعاب كده سحريه كوميديه بس مهتم جدا ان انت ترسم الابتسام على وشهم يا رب يا رب الاطفال كلهم دي اهم حاجه عندي دي بنتي بقى لها اكتر من 9 سنين واحنا مع الاطفال بس والاطفال في كل حفله بتستنانا مش هنتعب مهما هنلعب او نتدرب ما عليلو بنبقى نشاط وكسلنا بيهرب جميل انا ليلو جاهزين اصحابي يلا معايا بسرعه تحت فوق تاني تحت فوق تحت فوق اخر مره تحت ظل احتفالات دار الأوبرا المصرية بمهرجان الموسيقى العربية كان في حفل مخصص للأطفال تحت مسمى الاحتفال بأعياد الطفولة ولذلك من على مسرح الأوبرا بدأت تظهر العروض الكرتونية والاستعراضات الموسيقية للأطفال انا النهارده كنت على المسرح طاير وحاجه جميله جدا الاطفال النهارده كانوا يعني مش عارف اقول ايه مش قادر اوصف انا جوايا ايه مش عارف بجد والله بس انا فرحان جدا لان انا مش في اي حاجه خالص في حياتي الا الاطفال ومن النقاط المميزه لعروض عيد الطفوله بدار الاوبرا المصريه انه من اخراج مذيع برنامج عز الشباب محمد اسمك ايه اسمك ايه انت اسمك ايه قول انا انت ولا انا انا انت اسمك ايه انت برافو هانا برافو I'm
لازم نحب المدرسة، نحب كل أصحابنا والمدرسة، اللي يعمل كده شاطر، اللي يعمل كده فاهم، كلنا مع بعض نسقف بالإيدين، اللي ذاكر كل دروسه باجتهاد شاطر، كلنا مع بعض نسقف بالإيدين. لازم نعمل